الكرام، يعني خليني في بس في البداية أضع في الصورة هذا المشهد الذي خلفي تماما. هنا قد وصلت القافلة التي خرجت من التحالف الوطني. نعم أسمعك بوضوح سيد أحمد، أسمعك بوضوح. مرة أخرى أكرر أننا هنا قد وصلنا إلى دقائق صغيرة وربما أقل من كيلو متر نكون أمام معبر رفح الذي سيتقبل هذه القوافل أو القافلة التحديدية التي أطلقتها اليوم التحالف الوطني. هذه القافلة التي تضم المئات من القاطرات الكبيرة المحملة بما يقرب من 1000 طن من المواد الغذائية، من اللحوم، من الأدوية. نحن نتحدث عن 3000 علبة دواء، نحن نتحدث عن 40000 قطعة من الملابس، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 8000 خيمة. كل هذه القافلة وما تحمله التي وصلت بالفعل هنا إلى منطقة العريش ومدينة العريش حتى تبدأ في صباح باكر إن شاء الله بإذن الله تعالى التحرك إلى داخل. نعم نعم 300000 علبة دواء. نعم نعم هذا رقم خرج من التحالف التي تشارك بهذه القافلة الأولى التي أعلنت أن هناك العديد من هذه القوافل ربما ستأتي في الوقت القريب إذا تم بشكل رسمي فتح المعبر للمساعدات الإنسانية. دعنا سيد أحمد نضع في الصورة أن معبر رفح يعمل بشكل مستمر وقائم، ليس هناك أي مشاكل، ليس هناك كما تقول بعض الادعاءات انتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية أو غيرها. بشكل عام المعبر يعمل بشكل كبير، لكن حتى هذه اللحظة نحن نتوقف أمام العشرات بل المئات من هذه السيارات الكبرى، القاطرات الكبرى المحملة بالمساعدات الغذائية لإخوائنا لأخواتنا وأشقائنا في فلسطين. هذه الصورة سيد أحمد لم تختلف. دعني أطرح لك منذ الصباح الباكر منذ انطلاق هذه القافلة من القاهرة مرورا بالمحافظات العدة التي مررنا عليها في طريق هذه القافلة حتى وصلنا إلى هنا، هناك ترحاب شعبي واسع رأيناه بأعيننا الجميع كلما رأى تلك الشعارات وتلك اللافتات الموجودة على السيارات وهذه القاطرات، يرفع إلينا ويشاور ويرحب معلنا أنه هذا هو الموقف السليم للحكومة المصرية، هذا هو الموقف الجاد للرئاسة المصرية. الرئاسة المصرية لم ولن تبخل على فلسطين ولا غيرها من الدول العربية إذا مرت في يوم ما منها كئيبة أو مصيبة تتحرك جديا. حتى أن هذه القافلة تحمل اسم مسافة السكة، تلك الشعار التي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمراته ليعلن أن هذا هو الشعار الرسمي لكل الدول العربية التي لربما في يوم من الأيام تمر بكارثة، وهذا ما رأيناه سواء كان في المغرب أو في تونس أو في ليبيا. لم نتأخر لحظة واحدة. إضافة لهذه القافلة هناك شراكة أيضا من مؤسسة حياة كريمة التي أطلقت مع هذه القافلة قافلة أخرى مرتبطة بها قرابة 35 سيارة محملة بالكثير من المواد الغذائية والملابس أيضا وبعض الأدوية، والتي حملت شعار كتف في كتف. فهنا قافلة التحالف الوطني مسافة السكة وأخرى ما قافلة حياة كريمة والتي يحمل كتف في كتف. ننتظر الصباح الباكر سيد أحمد وقوف هذه المئات من السيارات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لإخواننا في فلسطين وعبورها إلى معبر رفح حتى تصل إلى الإخوة بسلام إن شاء الله، لأنه كما رأينا اليوم تحديدا وبحسب ما جئنا هنا بتصريحات من كبار السادة وكبار المسؤولين أن مصر أعلنت أنه ليس هناك مرور للجاليات الأجنبية أيا كان وعلى رأسها الأمريكان ممن يحمل الجنسية الولايات المتحدة الأمريكية إلا بدخول المساعدات، وبالتالي هذه الخطوة ربما أشار بعض المحللين أنها خطوة إيجابية نحو تأكيد وترسيخ أن مصر هي الأم، أم العروبة التي تستطيع أن تتحرك بعيدا عن الدول العربية أو غيرها من الدول الأجنبية وتدخل بهذه القوافل وهذه المساعدات إلى الإخوة في فلسطين
بما يمر بهم في تلك المرحلة من الحرب الغاشمة من الكيان الصهيوني. هذه رسالتنا من هنا سيد أحمد، وإذا كان لديكم أي أسئلة فنحن على استعداد لها. محمد، اوصف لي الموقف عندك في معبر رفح، اوصف لي طبعا واضح التحالف الوطني اللي عمل الأهلي والتنموي عدد كبير، أكثر من 100 شاحنة زي ما حضرتك بتتكلم، أكثر من 1000 طن مواد غذائية، 300 ألف من الأدوية، في كمان أغطية، في كمان دعم كبير لأهالينا في قطاع غزة. اشرح لي الموقف عندك بالنسبة لعملية الدخول، عملية الخروج، وانتم بتتحركوا كمان على الطريق. نعم. إلى منفذ رفح. نعم، نعم. طيب، دعنا نتحدث في البداية عن معبر رفح. معبر رفح بشكل كامل هناك سيطرة من القوات المسلحة المصرية حول المعبر في دخول وخروج أيا كان الأشخاص، أيا كان الأفراد، أيا كانت حتى السيارات. هناك تحكم وسيطرة كاملة من القوات المصرية في هذا الأمر، انتشار كثيف من القوات المصرية مدعمة أيضا بجزء كبير من القوات الأمن المركزية الخاص بوزارة الداخلية المصرية. هذا بشكل رئيسي. لا نتحدث عن ما داخل معبر رفح لأننا حتى هذه اللحظة لم نمر إلى تلك الخطوات بعد، لكن نعدكم أننا سنأتي بكم بجديد فيما يتعلق بالإجراءات التي تحدث داخل هذا المعبر. ثم دعنا نتحدث مرة أخرى عن كيف كانت هذه الرحلة وكيف كان الشكل الأمني لها منذ البداية. صراحة هذه الرحلة كانت مختلفة، كان هناك تواكب أمني طوال هذه الرحلة، موكب أمني يسلم موكب أمني آخر، يسلم موكب أمني آخر، سلاسة في كافة البوابات التي مررنا عليها بهذا الرقم الكبير من الحافلات. كما أشرتم 120 حافلة من الطراز الكبير، 35 من عربيات النقل كما تسمى الجامبو، أكثر من 40 سيارة ملاكي، أكثر من 10 أتوبيسات كوستر. كافة هذه القافلة بالطبع كانت تحتاج إلى مجهود كبير أمنيا في هذا الطريق، مرورا من انطلاقها من القاهرة ثم الإسماعيلية ثم إلى بورسعيد ثم إلى طريق شرق القنطرة، وحتى تصل إلى هنا إلى معبر رفح إلى شمال سيناء. بالطبع كانت تحتاج إلى الكثير من القوات الأمنية، لكن النظام هو كان سيد الموقف. النظام الذي حتم أن هناك موكب يسلم موكب، البوابات الأمنية كانت هناك حارات خاصة داخل البوابات التي تطلق على الطرق السريعة المصرية، بوابات المحافظات، كان هناك مداخل خاصة لهذه القافلة، تدخل منها القافلة بكافة أفرادها حتى تمر الأمور بسلاسة، وهو ما ونحن وصلنا إليه الآن. يعني حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث إليكم ما زالت سيارات والقاطرات الحافلة تأتي بشكلها الرسمي. نعم، كنا في الصف الأول حتى نأتيكم بهذه الصورة. كل هذه الجمعيات المشاركة في التحالف الوطني، مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي، التحالف بشكل كبير، 33 جمعية مصرية تشارك وبقوة. هذه صورة كما لم نكن لها في الحسبان، صورة إلى الشرطة المصرية وهذه السيارة التي كانت برفقتنا طوال هذه الرحلة. هذا الشكل سيد أحمد، الشكل الأمني الذي رأيناه منذ هذه الرحلة منذ الصباح، سيارات الإسعاف التي كانت تواكب هذه القافلة أيضا، كل هذا ليس بسهل. نحن في هذه المهنة منذ أكثر من 15 عاما لم نرى بهذا الشكل، هذا التنظيم، هذا الأمن، هذا الاستقرار، هذه البساطة، هذه الحركة. ما يدل إذا كان هذا الأمان وهذا الوضع وهذا النظام في تحرك قافلة باسم التحالف الوطني إلى هنا، فما بالك بالشكل. بكرة إن شاء الله محمد هنتابع معاك، وإن شاء الله تدخلوا بكرة، تدخلوا إن شاء الله بين مصر وفلسطين بكرة إن شاء الله، تدخلوا مرة أخرى قطاع غزة وتسلمونا على الشعب الفلسطيني بإذن الله بكرة. فبالطبع سنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يتعلق من معبر رفح في شمال سيناء. شكرا جزيلا زميلنا محمد أبو شنب اللي موجود الآن أمام معبر رفح المصري، طبعا انتظارا للربط
او الاتفاق الرعايا الاجانب اللي داخل قطاع غزه يعدوا تدخل هذه المساعدات اللي حضراتكم شفتوها اللي مصر بعتها لدعم اشقائنا في قطاع غزه الشعب الفلسطيني.